عهد حبيبتي تقول لماذا بعد هجر شخص قريب مني دايم يراودني شعور رجوعه يوما ما مع أني نظفت كل المشاعر تجاه العلاقة. قد يكون أنك أنت متعلقة، قد يكون عندك متلازمة الخوف من الهجر، تبغين اليوتيرن هذا. أبغاك تسألين نفسك سؤال، ما الذي سأحصل عليه برجوع هذا الشخص؟ وما الذي يمثله عندي هذا الشخص كقيم؟ إيش هو موجود في القيم في الجسد الفكري؟ أبغى أشوف المراسي حقت هذا الشخص. وما الذي يمثله كشعور؟ أبغى أعرف هو وين موجود كشعور. قد ما يكون شخص موجود في الشعور الإيجابي، قد يكون شعور موجود في الشعور السلبي، بس أنت تحتاجين أنك أنت تعرفين، يكون الموضوع واضح عشان يكون على السطح، تقدرين تعرفين طلعينه من وين، من أي شعور تطلعينه. ممكن تحضرين جلسة التعلق تساعدك في الموضوع، واسألي نفسك إذا في تأنيب أو لا. إذا في تأنيب معناه أنت يعني متورطة. من لما بديت أقدر أطلع الصورة الكبيرة الأحداث بديت أفقد شعور التعاطف مع الآخرين. إيه شفتي تجيك واحدة تصيح ومسوية فيها ورافعة يدها طول الوقت، اللي قايلة هلب طول الوقت ومسوية دور الضحية، وهي يعني غاثة البشرية مزعجتنا، بس يعني لما تقعدين تدخلين جواتها شوي ولا تصيحين. صدق والله، يعني لما تدخل معاهم في طاقتهم في جوهم شوي لا تصيح معاهم، بعدين لما تطلع تقول أعوذ بالله والعياذ بالله وش هالشياطين. فيعني هو جيد طبعا انه انت قاعدة تشوفين هاي الصورة الكبيرة، بس شوفي انا احب انه احنا ناخذ زوم ان وزوم اوت، يعني دايما خليك انت يعني ادخلي في الطاقة واطلعي منها، مو دايما متصلة ومو دايما انت شايفة الصورة الكبيرة. انا شوف هذا الخيار الاطيب، ابغى اقول الاطيب للعيش، خيار الاطيب للعيش، انك انت ما تفقدين الحس الانساني وبنفس الوقت ما تفقدين الروحانية، ويعني تحاولين انك انت تكونين يعني في النص. عموما على فكرة لو صارت هذه القصة لشخص قريب منك مهم تحبينه، راح تنسين الصورة الكبيرة، لأنك فيهم، هم فيك، عرفتي؟ مخلوطين في نفس الخلاط. حبيبتي كيمو تقول كيف أتخلص من طاقة شخص قادمة من علاقة خطرة سابقة، زواج انهيته غصبا عنه بتدخل أطراف ومحاكم، فلا أستطيع التواصل لإغلاق الملف بشكل صحيح لما فيه من خطورة وتبعات واتهامات، فهو سيستغل أي فرصة تواصل ليضرني، مع العلم أنه يراقبني ويزال طاقته حاضرة وقوة في الأثير. أكيد طبعا تكلمت في العلاقات الخطرة، وفي خيارات الخلافات، أنه العلاقات الخطرة أنت ما مرات ما تقدر أنك أنت يعني تضبط الموضوع وتقفل صح وتضبط القصة. عندك شخص قد يكون عمر روحه منخفض، قد يكون عنده متلازمة الخوف من الهجر، قد يكون مو طبيعي، مريض، كثير احتمالات وش ممكن يكون هذا الشخص، وبالتالي عندك مسؤولية انك انت تحمي أجسادك، فلا بد انك انت تمشي. وقد يكون في أطفال، وهذا اللي يخلي العلاقة مفتوحة والاتصال في الطاقة مفتوح، يعني ما تقدرين تخلصين القصة إذا الأطفال موجودين، ما صعب يعني خلص في أطفال، معناها فيه ستظل هناك علاقة، فيه روابط يعني. أما إذا ما في أطفال خلص انتهت القصة بالنسبة لك، بس محتاجة أنت يعني تنظفين القصة من جواتك. وأعتقد القصة مرتبطة بالخوف، إنه أنت ما تخافين، إنه أنت ما تخافين، إذا خفتي ستظل الطاقة تحوم حولك. ساجدة حبيبتي تقول هل الخوف من الهجر ممكن أن يكون على شكل وعي جمعي لدى عائلة كاملة؟ إيه عادي تصير مرات، لأنها جاي مثلا من الجدة أو الجد، كل الأخوان ربتهم أم واحدة، صح ولا لا؟ الأم يعني ممكن أنها تكون يعني كارمة أجداد، تكون هي شعرت هذا الشعور ونقلت هذا الشيء لأبنائها، تصير، أو هم مروا بنفس التجربة، أبوهم رفضهم أو صارت حالة طلاق أو كذا،
فيصير انه مجموعة مع بعض. ناخذ اسئلة من تيك توك. 135 ألف لايك. Thank you. تربيت يتيمة بوجود زوج الأم، كبرت وتزوجت وما زلت أكرهه، ما أرتاح له مع أني ما شفت خير ولا شر، وش السر؟ يعني مو جملة ما شفت خير ولا شر هذه مثيرة للانتباه، عرفتي؟ لأنه الشخص يعني سنوات طويلة يكونك هو في النص كذا يعني يستبعد، بس أعتقد أنه أنت مو قادرة تواجهين الحقيقة. أعتقد أنت مو قادرة يعني تفهمين هذا الشخص بشكل أصح، مو قادرة تفهمينه على حقيقته. متلازمة الخوف، تخوف عند وجود البديل، إيش السبب؟ الهجة. الهجة هو أهم شيء، أحد يعبي خزانة، فبالتالي فيها أحد يؤدي هذا الدور. روان تقول هل أطفال اللقطاء أو اللي تم التخلي عنهم بعد الولادة يكون عندهم خوف من الهجر بالفطرة؟ لا، ما أقدر أقول بالفطرة، يعني ما هي فطرة هذه، بس السؤال مثلا في بعضهم هم قضوا حياة مع أشخاص جيدين وكانوا في حالة مطمئنة، ما المفروض أنهم تصير لهم القصة هذه؟ ما المفروض؟ بس ممكن يكونوا تربوا عند أشخاص ما يعني ما خافوا الله فيهم فتتشكل عندهم. أبغى أقول مثلهم مثل غيرهم، خصوصا إذا جمعنا أنهم هم أقوى من غيرهم، هم أقوى من غيرهم. يعني طفل نزل ويعني لما اختار من الفترينة يعني اختار أخس خيار، يعني كذا اختارها بس لمهمة الحمل والولادة وبعدين رماها هم أقوى من الأطفال العاديين اللي احتاجوا عقود التأسيس كاملة وعقود العقود الأثير كاملة. فهذا مع هذا ما يخلي إنهم هم عندهم هالشيء يعني أكثر من غيرهم، أقول زيهم زي بقية الأطفال. سبب عدم حبي الكافي لأمي، هل له علاقة بالخوف من الهجر بسبب تركها إلي بطفولتي عايشة بعيدة عني؟ ممكن يكون في خاطرك عليها شيء، يعني ممكن يبين معك لما تسوين تنظيفات وتطلع هذه الأشياء على السطح، وبعدين شوي شوي تقدرين يعني تسامحينها. كيف أحصل على الدورات إذا كنت من سكان شمال العراق؟ موجود أونلاين، تدخلين أونلاين من أي مكان في العالم، تقدرين تكلمين خدمة العملاء يساعدونك في التسجيل، وتقدرين ما تطلبين المساعدة من خدمة العملاء لأن التسجيل كثير سهل، بس تدخلين الموقع somaya369.net وسجلي. شذا حبيبتي تقول في كل مرة أقرر أنفصل عن شخص يكون عنده متلازمة الخوف من الهجر والتعلق بشكل مبالغ فيه، ليه؟ أنتي محتاجة تنتبهين للعلامات الحمراء، اعتبريها رسالة. زي مثلا الشخص اللي تعرض لاغتصاب وتحرش، لازم يكون عنده يعني مليون لمبة حمراء لأي شخص يلمسه، لازم يكون حاضر هذا الشيء، لازم، لأنه يعرف أنه راح يختبر راح يختبر راح يختبر راح يختبر. نفس الشيء الآن أنتي عرفتي هذا الموضوع، خلاص علامات التعلق لازم تنتبهين لها في بداية العلاقات، راح تختبرين راح تختبرين راح تختبرين، لازم يكون عندك مليون لمبة حمراء مرتبطة بهذا الموضوع. وتقدرين تحضرين العلامات الحمراء لأني وضحت كل السلوكيات اللي تدل على أن الشخص راح يتعلق فيك.